بعدين بدنا ننزل على اليوتيوب تشوفون القصة. طبعا عندنا نهان، انعرب نهان اسمها وقعة الوني. بلادنا بلشتني؟ بلادنا كانوا محاكمين الاتراك، يعني حكموها قبل الاتراك شعوب كثيرة ومن ضمنهم الاتراك. الاتراك قبل حوالي 100 سنة اتركا من هام وجم وراهم الانجليز. الاتراك يوم كانوا محاكمين هان كان لهم بكل منطقة يقولوا له سوق او خان. خان معسكر جيش، يعني سوق الخان هذا اللي تسمعون به، وفوق خان بلدة الفولة اللي يقولوا لها عفولة اليوم، وفي خان بجنين، وفي خان بأم الفحم وبنابلس إلى آخره. في كان بكل منطقة من هالشكل يا شباب كان قائد عسكري. أحد القادة العسكريين اللي كان هانا من الأتراك اللي منطقة عرب نهان كان اسمه الوني، وهذا كان كردي، يعني هو من عنصر الأكراد مع الجيش التركي. وهذولا كانوا قوة عملاقة، يعني مثل أمريكا اليوم. هسا هذا يوم قال والله أنا جاي عبالي أطلع رحلة على هالمشايخ على عشيرة عرب أصبر، ومع طبعا حرس تبع مساعدين. جاء على هالعشيرة هان وعملوا له طبعا غدا ما يلائم بقيمته، يلائم قيمته. وبعد ما تغدى هيك يعني ضرب قال وده طش حوالي هالبيوت هيك، طش حوالي هالبيوت هيك حوالي هالشيخ معذب، والا شاف بنت حلوه، بنت حلوه يعني من عربنا؟ نعم من عرب اصبع. وهذا البنت كانت بنت الشيخ اللي ضاف عنده، ف يعني لعبت عينه عليها وده يتزوجها. فشو عمل؟ كان معاه الحرس وقال يعني انه انا بمعنى بعد كم يوم بعد ما روح ودى ناس من عنده، يعني انا هوايا اتزوج هذا البنت. ما قالوا له لا ولا لا، قالوا له شو عواد العرب لما ينطلب واحد يجي يطلب عروس ما ينطونه جواب على المحل، يعني من الادب والاخلاق ان شاء الله يصير خير. هذا ابوها شو عمل؟ جمع المشايخ، يعني مشايخ هالعرب، وقال لهم يا جماعه هذا القائد طلب بنتي ايش اعمل؟ كلهم قالوا له احنا ما نجوز بنتنا الكلب من هالشكل. شو والله يعني قائد؟ قائد يا اخي، هذا بكره يرحل من هان ونروح ندور بنتنا؟ يعني ترحل ببلاد ثانيه؟ بعدين من عوايد العرب يعني البنت اذا تتزوج بعشيره ثانيه مو هو زين، يعني مو مثل اليوم طبعا، هذا اللي كان قبل، يعني البنت يتزوج واحد من قرايبه، وخاصة إذا كانت حلوة، يعني واحد من عيال عمه يتزوجها. فالمهم إنه بعد بشهر زمان رجع وده ياخذ الجواب. قالوا له والله يعني هذه هالبنت في واحد ولده عمه وده يتزوجها، يعني ما في نصيب. ما في نصيب، طيب أوريك. محك راح على هالخان، قلعة الخان هذا اللي المعسكر اللي نقول عنه، يعني بعيد اننا هنا اللي احنا موجودين هسه امام مدرسة كدوري هان، راح يعني مسافة 2 كيلومتر 3 كيلومتر بعد من اليوم، وضمر بداخله اشي نوى نية سوء. شو عمل؟ غيب هالخرافية 5-6 اشهر وودى من عنده ناس يدعون المشايخ على حفلة عنده على غدا، حفلة غدا. الناس سمعوا منه بو حفلة غدا راحم، تعرفوا الناس فاضية لا شغلة ولا عاملة. اللي راحم يقال القصة تقول انه راحم 40 واحد، هذا اللي كان شايف. يوم وصلهم هناك كانوا يربطون الخيل تبعهم ومحضر لهم الاكل، قدم الاكل لهم حامي وباهت، باهت يعني بدون ملح وحامي. والاكل لما يقدم حامي وباهت للضيف دليل على انه المعذب بده يخون الضيف تبعه، بونية مش مضبوطة. واحد من هؤلاء الناس كان اسمه شنيفي. شنيفي، عيلته شنيفي لحد اليوم موجودين. هذا كان عنده فرس غريبة. الفرس إذا كانت تحس بخطر تحفر بجرينه. يوم جاته يربطه
احد الجنود قال له انا اربط، قال له لا انا فرسي تضرب يعني تعدط انا ادبر حالي. حددت عفوا حديد الخيل، كانوا يحددون الفرس الرجل الاماميه مع الرجل الخلفيه هيك بالبعض مشان الفرس يضربوه نفسه. فاربطها كيف ما اربطها بالشجره البلوطه اللي هناك بهالمدخل السوق الخان، وراحوا هناك راحوا يتغدون. طلع هيك ولا شاف الفرس تحفر بجرينه، عرف بو اشي مش مزبوط. قال ودي اروح احل الفرس، قال له احد الخدم لا انا اروح احل، انت تحلها انا احلها. قال له لا الفرس تحل. راح ركب الفرس نط بظهر الفرس وهي محدده وجاك منهزم. هذول اللي كانوا من 39 انقسم رؤوسهم 39 قصر رؤوسهم سيف وانهزم. وين انهزم؟ انهزم باتجاه منهان باتجاه الغابه قطع على عين ماهل على جبال القفزه جبال الناصر اليوم. اطردوا 6 جنود، الجنود هذول كان معهم سلاح في ذلك الوقت اللي كان السيف والرمح. قال هذا يوم توصلوا من الناصره شنو قالوا له؟ ما قدروا يقضبونه. قالوا له حني جرينا يعني مزطط احنا نقول بلغه بسيطه. قال وحني ذيله بعد يعني هذه اهانه لك. مزط راح رجع بعدين قسم ال 39 او 40 واحد اللي كان عددهم. بعد ب 40 سنه العرب كثير يستعملون الرقم 40. بعد ب 40 سنه اطفال اللي كانوا ببطون امهاتهم يعني امهاتهم حوامل طلع من بطنهم وين ابوي؟ قالت له والله ابوك صار بو هيك هيك بالله. قال والله. قال رم ينتقمون من هذا القائد. هذا بعد ما قتل الأربعين انهزم. وين تالا طبريا اليوم؟ وين تالا حطينا اليوم؟ احنا نحكي زمان هذا من مئات السنين. ها؟ راح مظلم يعني يظلون ورا يودون مخابرات تلحقوه لهناك. يوم تلحقوه هناك في واحد هناك من اللي راح من هان يعني لقوه مع صلاة الفجر. وهم الجيش الأكراد كانوا منايمين قسموا رقابهم كلهم. واحد ما لقى ايش يضرب الثاني من الجنود لقى راس بصل، مو هالجيش مخيم معه بصل، ضرب واحد بذنه من الجيش هنا براس بصل قتله. سمم هذيك وقعه البصله راس البصل، ليه قتله براس بصل؟ هذه وقعه الوني الا الناس يخرفون بعرب اصبح يتناقلون كل الختيريه. بارك الله فيك.